السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هناخد أول لاب الأول هنبدأ نفكر بعض، يعني الأناليتيكال كيمستري عبارة عن إيه. الأناليسيس عندنا بيتقسم لحاجتين، يا إما كواليتيتيف أناليسيس أو كوانتيتيف أناليسيس. كنا بدأنا الترم اللي فات في الكوانتيتيف أناليسيس، خدنا الجرافيمتريك أناليسيس وبدأنا في الفوليومتريك أناليسيس، خدنا منها الأسيد بيس تايتريشن، الكمبروكسيمتريك تايتريشن، والبريسيبتيمتري، وفاضل الريدوكس رياكشنز اللي إن شاء الله ده هيبقى شغلنا الترم ده. ثالث حاجة في كوانتيتيف أناليسيس هي الانسترومنتال أناليسيس، دي إن شاء الله هتاخدوها الترم الجاي. يعني ايه redox reaction؟ redox reaction هي transferred electron reducing agent to oxidizing agent، يعني في حاجة بيحصل لها oxidation وفي مقابل حاجة تانية بيحصل لها reduction. يعني ايه بقى reduction ويعني ايه oxidation؟ reduction هي gain of electron أو gain of oxygen أو gain of hydrogen أو loss of oxygen، وال oxidation هي عكسها loss of oxygen electron أو loss of hydrogen أو gain of oxygen. طيب يعني إيه بقى reducing agent and oxidizing agent؟ لازم نعرف الفرق بينهم عشان ما نتلخبطش. reducing agent هو substance اللي بيلوز الإلكترون ويحصل له هو إيه في المقابل، يحصل له oxidation. يعني reducing agent is the substance that donate or lost electron to another reactant and undergoes oxidation. طب ال oxidizing agent عكسها، substance that gain electron from another reactant ويحصل له ايه؟ يحصل له reduction. طيب عندنا كأي titration عندنا حاجتين أساسيين اللي هي ال sample وال standard. في حالة ال redox titration ال standard بيكون يا إما reducing agent وال sample تكون عكسه oxidizing agent، أو العكس ال standard يبقى oxidizing agent وال sample تبقى reducing agent. commonly used standard oxidizing agents هناخد منها examples زي البوتاسيوم برمنجنات والبوتاسيوم دايكروميت والثيريك سولفيت والايوزين. احنا عندنا الترم ده اللي هنشتغل بيه في الاربع معامل الاولانيين هيبقى البوتاسيوم برمنجنات. طب example اللي الستاندرد reducing agent عندنا ثيوسولفيت. طب سؤال بقى، ليه مفيش standard reducing agent widely used؟ ليه مفيش examples كتير standard يكونوا reducing agent؟ because most reducing agent are slowly oxidized by oxygen of the air، يعني بيحصل لها oxidation بالجو فمنقدرش نقول عليها standard. طيب sodium thiosulfate is the only common reducing agent that can be kept for a long period of time without undergoing air oxidation، عشان كده هو ال example المكتوب هو ال commonly used reducing agent as a standard. هنتكلم بقى شوية عن البوتاسيوم برمنجنيت اللي هو احنا هنشتغل بيه الترم ده كله. الادفانتج بتاعته ان هو readily available، هو متوفر و inexpensive مش غالي، و require no indicator، مش محتاج احط indicator في ال reaction ان هو ملون. طب ال disadvantage بتاعته ان هو بيبقى فيه impurities او traces من المنجنيز dioxide. طب جات له منين المنجنيز دايوكسيد؟ بتبقى موجودة فيه ان هو ممكن يكون حصل له رياكشن مع اي traces من reducing agent كانت موجودة في الووتر اللي هو دايب فيها، او حصل له decomposition. طيب ما يبقى معنى كده لما يبقى فيه traces من impurity اقدر اقول عليه ان هو primary standard؟ لا، هو كده ما يعتبرش primary standard. اما اجي احطره هحتاج اعمل خطوة اولانية ان هي ان انا اعمل له standardization. فأول حاجة هنعمل preparation و standardization to point to a normal potassium permanganate solution. يعني إيه standardization؟ يعني بعد ما أحضره أجيب حاجة تكون primary standard أو secondary standard معمول لها standardization وأظبطه عليه. فإحنا في الحالة بتاعتنا النهاردة هنحضر point to a normal potassium permanganate وهنعمل له standardization against point to a normal sodium oxalate اللي هو primary standard. الرياكشن بين البرمنجانات والصوديوم أوكسيليت بيكون slow في room temperature، so هنحتاج ان احنا نعمل heating ل about 70 celsius. يعني ايه 70؟ يعني اسخن الفراس لغاية لما تبدأ تطلع vapors عشان ازود الرياكشن rate. وكمان الرياكشن بينهم بيحتاج acidic medium، ليه؟
عشان يساعد البرمنجنيت ان هو يحصل له ريدكشن ويمنع بريسبتيشن بتاع المنجنيز دايوكسيد اللي هو بيبقى لونه براون. يبقى خطواتي هتبقى ايه؟ اول حاجة هجيب ميجرينج فلاسك احضر فيها البي 0.1 نورمال بوتاسيوم برمنجنيت. هحضرها ازاي؟ هروح عند ستوك بوتاسيوم برمنجنيت اخد منه اراوند 4.3 مللي واكمل فوليوم تو ذا مارك بالميه. كده انا حضرت فلاسكة 0.1 نورمال بوتاسيوم برمنجنيت. بس هل ال 0.1 نورمال دي اكزاكت كونسنتريشن ولا دي ابروكسيمت؟ هي ابروكسيمت، عشان كده محتاجين نعمل لها ستاندردايزيشن. هنيجي للخطوة الثانية اللي هي الستاندردايزيشن. هنعملها ازاي؟ هجيب كونيكال فلاس احط فيها 10 مللي 0.1 نورمال سوديوم اوكزاليت، وهنحط الاسيديك ميديا اللي احنا قلنا محتاجينها اللي هي 20 مللي دايلوت سلفوريك اسيد، وهعمل هيتنج 270 عشان ازود الرياكشن ريت، وابدا اعمل تايتريشن بالبريبير 0.1 نورمال بوتاسيوم برمنجنيت. وزي ما قلنا ان الادفانتج بتاعت البوتاسيوم برمنجنيت ان هو ملون، هو لونه بيربل او بينك، فالان بوينت بتاعتي هي الكالر للسوليوشن بتاع الفلاسكا يتحول لفيرست فينت بينك. طيب حضرتها، ابدا احسب الستاندرديزيشن فاكتور اللي هو الاف سمول. احسبها ازاي؟ زي ما خدناها السنه اللي فاتت، هي الفوليوم اوف الستاندرد اوف نون نورماليتي اللي هو ايه؟ الصوديوم اوكسيديت هو اللي نون نورماليتي، هو البرايمري ستاندرد من اين ان هو 0.1 نورمال، فا اتيز هو ده الستاندرد اوف نون نورماليتي. طب هو الفوليوم بتاعه قد ايه؟ انا كنت واخده 10 مللي. طيب اوفر الفوليوم اوف ستاندرد اوف ان نون نورماليتي اللي هو اللي انا عايز اعمل له ستاندرديزيشن هو البوتاسيوم برمنجنيت، الفوليوم اللي هيطلع لي من التايتريشن هقسم عليه واشوف. لو انا طلع لي الستاندرديزيشن فاكتور من 0.95 في رينج 0.95 ل 1.05 يبقى انا عملت ستاندرديزيشن، وهكتب الاف سمول في كل على ازازة الستاندرد اللي انا حطيته. طب لو ما طلعتش في الرينج ده، عندي حالة من اتنين، لو طلعت اعلى من 1.05 معناها ان التحضيرة بتاعتي كانت concentrated، فمحتاجة أعمل لها أخففها. أخففها إزاي؟ نقول فور إكزامبل مثلا إن أنا عملت تايتريشن وطلعت في القراية 8 مللي، هي المفروض كانت تطلع 10 مللي، إذا الـ 8 مللي دي محتاجة 2 مللي مية زيادة. طب الـ residuals needs قد إيه؟ إيه الـ residual ده؟ هجيب الفلاسكة بتاعتي أفضيها اللي أنا محضراها اللي فاضل منها، أفضيه في ميجر وأشوف الفوليوم بتاعه. زي مثلا فاضل 80 مللي معايا في الفلاسك، انا عايز اضبطهم. هقول لو ال 8 مللي محتاجه 2 مللي ميه، يبقى الريزيدوال محتاج قد ايه؟ طب اشوف الميه اللي محتاجها واروح اخدها بالميجر واضيفها عليها واعمل ميكسينج وابدا اعمل تايتريشن تاني واشوف الاف سمول هتطلع لي قد ايه. طيب الحاله التانيه ان هو طلع اقل من 0.95، ده معناها ان التحضيره بتاعتي كانت دايليوتد. ناخد example يعني ايه diluted، say ان هي طلعت معايا readings titration 12 مللي وهي كانت المفروض تطلع 10، يبقى ال 12 مللي دول 12 مللي فيهم 2 مللي excess water. طيب يبقى residual اللي فاضل عندي في الفلاسك contain قد ايه excess water؟ هجيب ال x. هل ال excess water دي انا هقدر اشيلها من الفلاسكة؟ اكيد لا، بس اقدر اعدلها بستوك. طب هعرف احط قد ايه ستوك يظبطها لي؟ هعرف ازاي؟ من البدايه، من البدايه انا كنت قايله ان انا هاخد من الستوك 4.3 مللي احطهم في ال 100 مللي، المفروض يديني 0.1 نورمال، يبقى كل 100 مللي هيحط له 4.3 مللي، يبقى الاكس مللي من الميه دول محتاجه قد ايه من الستوك، واعمل كروس مالتيبليكيشن اطلع الواي. كده الخطوه الاولانيه عملتها اللي هي بريباريشن وستاندردايزيشن. الكلام ده كله نظري، انت لما تنزل المعمل هيكون منزل لك 0.1 نورمال بوتاسيوم برمنجنيت متحضر ومكتوب لك على الاجازه بتاعته الستاندرديزيشن فاكتور بتاعه. طب مطلوب منك تعمل ايه؟ هينزل لك سامبل صوديوم اوكساليت محتاج ان انت تجيب التركيز بتاعه. هي ذا سيم برنسبل زي اللي حصل، ان هي دايركت تايتريشن مع البوتاسيوم برمنجنيت في اسيديك ميديوم مع التسخين عند 70 درجة.
دي قلنا بنعمل heating to 70 عشان الرياكشن في room temperature بيكون slow، فأنا بحتاج أعمل heating to 70 عشان أزود الرياكشن rate. وبرضه الرياكشن require acidic mean عشان أساعد الريدكشن على الريدكشن بتاع المنجنيت وأمنع البريسبتيشن بتاع المنجنيز دايكسايد. وهبدأ أعمل titration. البروسيدور عندي أول حاجة أبدأ أعمل preparation للصوديوم أوكساليت sample. إزاي؟ هيبقى نزل لك stock صوديوم أوكساليت، هجيب 100 ملي measuring flask، أخد من الستوك around 9 ملي بالبيرات وأكمل to the mark with distilled water وأعمل mixing. بعدين أبدأ أعمل titration، أخد من الستوك من السامبل اللي أنا حضرتها 10 ملي بالبلب بيبات وأحط عليهم الأسيديك ميديا اللي احنا قلنا عليها اللي هي تكون 20 ملي دايلوت سلفوريك أسيد، وأبدأ أعمل heating the flask to 70 وأعمل titration 0.1 normal potassium permanganate. الإن بوينت بتاعتي first faint pink color. طيب خد طلعت الميلز من التايتريشن، محتاج أجيب concentration of sample. الconcentration بتكون ملز في F small في F capital في 1000 على 10، تطلع لي concentration of sample اللي هي الX. طيب concentration of the conical flask بتاعتنا هي concentration بتاعت ال measuring flask صح؟ طب أنا عايز أجيب ال concentration بتاعت ال stop، أجيبها ازاي؟ بقانون ال dilution اللي احنا عارفينه C1V1 equal C2V2. C1 هي concentration بتاعت ال stop اللي أنا عايز أعرفها. طب وال V1؟ ال V1 هو ال volume اللي أنا خدته من ال stock اللي هو ال 9 ملي. طيب C2 ده التركيز بتاع فلاسكتي ال X اللي أنا طلعتها، وال V2 ال volume بتاعها اللي هو كان 100 ملي. أعوض وأقدر كده أجيب ال concentration بتاعت ال wall. طيب القانون اللي احنا عوضنا فيه ملز في F small في F capital في 1000 على 10، جبنا الملز منين؟ هي الملز بتاعت التايتريشن. طب وال F small هي standardization factor اللي بيكون مكتوب على إزازة الستاندر اللي هو 0.1 normal potassium in permanganate. أروح أشوف الإزازة بتاعته هيلاقي ال F small بتاعته مكتوب عليه. طيب ال F capital دي هنحسبها مع بعض. أبدأ أحسب ال F capital اللي هي ال equivalent factor. يعني إيه equivalent factor؟ ده بيقول لي كل 1 ملي of standard بيعادل كام جرام من السامبل، أو equivalent to كام جرام من السامبل. عشان أقدر أحسبها لازم يكون عندي balanced equation. في حالة ال redox reaction ال balanced equation عندي مش بس تكون balanced ionically، لازم تكون كمان balanced electronically. فهبدأ أعمل حاجة اسمها half equation. يعني إيه half equation؟ يعني هقسم ال equation بتاعتي نصين. أول حاجة عندي ال permanganate في ال acidic media بيطلع لي manganese و water. تعالوا نشوف ال balancing، نعمل balancing ionically. Mn خارج Mn عندي 4 أكسجين مطلعينها مية، يبقى أنا محتاجة أحط 4 جنب ال water. طيب بقى عندي كام بروتون كده الناحية التانية؟ 4 × 2 عندي 8، يبقى محتاجة أحط 8 بروتونز. أنا محتاجة كده، أنا كده عملت balanced ionically. تعالي نشوف electronically. انت تشارج على البرمنجانيت عندنا -1 وعندنا +8 من عند البروتون، يبقى التوتال عندي +7. والناحية التانية طالع منجانس +2. طيب عندي +7 و+2، محتاج احط كام الكترون في الليفت هاند سايد عشان يبقوا بالانسد؟ محتاج احط 5 الكترون عشان يبقى 5 الكترون مع +7 يبقوا +2 يمين وشمال. طيب الهاف ايكويشن التانية اللي هي الاوكساليت، الاوكساليت عليه 2 نيجاتيف تشارج وبيطلع لي 2 كربون دايكسايد. طيب يبقى عندي الناحية اللي left hand side عندها 2 positive charge negative charge، والناحية التانية ما فيش charge، يبقى احط الالكترونز فين؟
احط الالكترونز في الرايت هاند سايد، احط 2 الكترون عشان يبالانس، يبقى يعني عندي نيجاتيف 2 على في الليفت هاند سايد ونيجاتيف 2 في الرايت هاند سايد. كده انا عملت 2 هاف ايكويشن، محتاج اجمعهم عشان اعمل الفول ايكويشن. طيب ازاي هجمعهم في الكترونز في الرياكتنت في البرودكت؟ لازم يتكنسلوا مع بعض، عشان يتكنسلوا مع بعض لازم يكونوا قد بعض. هضرب الجزء اللي فوق في 2 وهضرب الهاف ايكويشن التانية في 5، فكده الالكترونز هتتكنسل مع بعضها، وهبدأ اعمل اجمع التو هاف ايكويشنز مع بعض يطلع لي الفول ايكويشن اللي منها اقدر احسب الاف كابيتال. بقى عندي بالانس ايكويشن، اقدر احسب الاف كابيتال بالطريقه العاديه اللي احنا عارفينها، ان انا بكتب الستاندر على الليفت هاند سايد والسامبل على الرايت هاند سايد. عندي ان الايكويشن بتقول 2 مول من البرمنجنات equivalent to 5 مول من الاوزاليت. انا هدفي كله اوصل للفورم المكتوبه في البوكس فوق اللي هي ال 1 مليون ستاندرد، والناحيه التانية تكون جرامات من السامبل. يبقى اول حاجه هعملها اقسم ال 2 عشان احولها ل 1، اقسم على 2. كل حاجة هعملها من left hand side هعمل زيها في right hand side، حولت ال 2 مول ل 1 مول. بعد كده أنا عايزة أحولها ل 1 ملي ستاندرد، أعمل إيه؟ أقدر أشيل المول وأقول إن 1 مول هي ال 1 لتر 1 مول. طب والناحية التانية أنا عايزاها تبقى جرامات من السامبل، أقدر أشيل المول وأحولها لمولكيولار ويت. طيب انا عايزه 1 لتر ولا عايزاها 1 مللي؟ عايزاها 1 مللي، يبقى اقسم على 1000، واللي هعمله على الليفت هاند سايد هعمله على الرايت هاند سايد. قسمت الليفت على 1000 تحول 1 لتر ل 1 مللي، الناحيه التانيه اقسم على 1000. طيب انا كنت شغاله عامله titration ب 0.1 مولر بوتاسيوم برمنجنيت ولا 0.1 نورمال؟ لا كنت شغاله 0.1 نورمال. طيب ازاي احول المولر لنورمال؟ احول المولر لنورمال بان انا اقسم على number of electron lost or gained. في حالة البرمنجانيت زي ما عملنا ال half equation، احنا قلنا البرمنجانيت خد كام الكترون؟ خد 5 الكترون، فاقسم على 5. قسمت على 5 في left hand side، ال m اتحولت ل n، اقسم الناحية التانية على 5. طب انت شغالة ب 1 normal ولا 0.1 normal؟ شغالة ب 0.1 normal، فاقسم على 10، احول ال 1 normal ل 0.1 واقسم الناحية التانية على 10. كده انا قدرت اجيب ان ال 1 مللي من ال 0.1 normal بتسم بالمنجنات equivalent لكام جرام من الاوكسالات سامبل. ابدأ اخدها واحسب بيها في قانون الكونسنتريشن. Thank you.